بسم الله. هنعرف النهارده البرودكشن كرييشن سايكل المين ستيبس بتاعتها باذن الله. اول ستيب عندنا هي الديزاين. عايز اعمل شنطه مثلا، فعايز اشوف الديزاين بتاعها والتصميم هيبقى عامل ازاي. الديزاين بتاع الشنطه عموما الشكل الخارجي بتاعها، مثلا عايز اعمل فستان او قميص او تيشيرت، فالحاجات دي بيبقى في ديزاين او استنباط اساسيه احنا بنشتغل عليها بعد كده. بعد الديزاين عندنا وهي الماتيريال سيلكشن. الماتيريال سيلكشن مثلا زي ما قلنا قبل كده مثال الشنطه، فاحنا مثلا هنختار الماتيريال نفسها جلد، مثال الفستان يبقى من الحرير، يبقى من القطن، وهكذا. ثالث ستيب عندنا وهي البروسيس سيلكشن. ثالث حاجه زي ما قلنا هي البروسيس سيلكشن، وهي ان انا اختار الطريقه المثاليه ان انا اقدر اعمل الشنطه او الفستان او الامثله اللي احنا ذكرناها قبل كده. بعد ما شفنا في الاول الديزاين، وبعدها شفنا الماتيريال اللي احنا اخترناه على حسب نوع الديزاين في الاساس، وبعدها شفنا البروسيس سيلكشن، ننتقل لمرحله المانيفاكتشر وهي مرحله التصنيع. واهم مرحله عندي هي مرحله المانيفاكتشر او مرحله التصنيع، ان هي مثلا اعملها مثلا حاجه هاند ميد، او اعملها مثلا حاجه في المصانع بالماشينز وهكذا. بعد ما نكون عملنا المنتج وعدينا خلاص مرحله المانيفاكتشر، ننتقل لمرحله اسمها مرحله الانسبكشن. في مرحله الانسبكشن دي بنتاكد هل المنتج ده اصلا فيه عيوب او فيه اخطاء. اهم حاجه ان هو يكون موافق للشروط اللي بتكون مطلوبه مننا او بنكون احنا عايزينها في الاساس مع الديزاين الاول. بعد ما خلصت المنتج وابدا ادي منه عينات في الاول عشان اقدر اشوف الفيدباك واراء الناس واقدر احسن واطور من المنتج اللي انا صنعته. دي كانت الستبس الاساسيه في مرحله البرودكشن. في حاجات تانية فرعيه لازم تبقى محطوطه في الحسبان، زي مثلا المانيفاكتشرنج كوست، يعني التكلفه بتاعت التصنيع عموما هتكون كام في المية، وزي البروفيت اللي انت هتحققه، زي الماركتنج بتاع الديزاين ازاي تقدر تنشره. لو مثلا الموضوع هيخش معاك في آلات وكده، فانت هتحتاج مهندسين مختصين وكده، فتشوف نسبة المهندسين كام في المية وهكذا.